العالمين، الحمد لله ماشي الحال. يعطيك العافية أستاذ محمد، الله يعافيك يا رب. الله يبارك فيك. أنا اليوم كثير متحمسة للموضوع، لأن هذا الموضوع من اهتماماتي الشخصية صراحة. حلو. فأنا وايد متحمسة، حابة أعرف عن الأستاذ محمد، لأنه يعني صراحة ما شاء الله إنسان مليان بالخبرات والأشياء الجميلة. الله أستاذ يسلمك يا رب. محمد ماجستير إدارة أعمال من بريطانيا، نشر بحثه الأول عن الأهل في التربية والتعليم في إسبانيا، وهو مدرب معتمد في شركة جوجل، حائز على شهادة الذكاء العاطفي من بريطانيا وشهادة الكوتشنج من الولايات المتحدة الأمريكية. غير أنه أستاذ محمد مارس هالشيء مع الأطفال، ومارس أنه هو يكون يعني يتعامل مع الأطفال بطريقة الذكاء العاطفي، وكان يطور من نفسه ومن مهاراته دائما، ويحب هالشيء وهالشيء من شغفه. الله أنا يسلمك، كثير سعيدة أنك أنت معانا اليوم وأنك قبلت الاستضافة. الله يسلمك، وشكرا لعائلك كمان. شكرا لك، شكرا لكل الموجودين معانا، مساكم الله بالخير. مساء الخير للجميع طبعا. بس أنا حابب أوضح شغلة، الإدارة التعليمية مش إدارة الأعمال. أنا في أوكي، الإدارة إدارة التعليمية، يعني ما شاء الله education leadership إذا بدك. ما شاء الله تبارك الله. أوكي، الله يسلمك. برحب فيك وبرحب بالجميع، وان شاء الله بسم الله ونبلش. اول شيء بدي حابب ابلش بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. الله، اوكي، متى يصل الشخص او الاحد او اي شخص الى مرحله الاتقان في العمل؟ إذا أنا عم بسألك متى يمكن، أو عم بسأل اللي عم يسمعونا ممكن يجاوبوا، متى يصل الشخص إلى مرحلة الإتقان للعمل؟ أنا من وجهة نظري أنه لما يكون حقيقي حاضر بالعمل نفسه، والنتائج اللي قاعد تطلع من العمل نتائج تتوافق مع يعني الهدف صح، اللي احنا بنوصل له. لما يحب عمله. مظبوط، عم بيجيني هون. تمام، من اللي قلتيه اكزاكتلي. لنوصل للمرحلة اللي حضرتك عم تحكيها لازم الشخص يحب العمل تبعه، يعني لازم يكون في شعور الحب للعمل لحتى العمل يكون حلو. يعني انا ما بحب احكي كثير عن حالي، ولكن انا بمجال التعليم لما بشتغل مع الاولاد اعشق التعامل مع الاولاد، مش بس بحب العمل مع الاولاد. فبالتالي بحاول مش بس اكون مدرس لهم للماده المعينه، لانه سبق وكنت مدرس ساينس، ولكن بحب ابني علاقه وطيده بيني وبين الطلاب، لحتى أكيد، اذا صار في خلل بالحصه اقدر اعرف شو السبب. ممتاز. اوكي، ف مرحله اتقان الشيء تصل عندما نحب هذا الشيء او نحب هذا العمل. جميل، فنحن كمان كاهل، انا بعد ما صرت اهل ولكن ان شاء الله بتصير اهل، وحضرتك كمان بتمنى لك كمان ان شاء الله بهالشعور. يعني كاهل، نحن كاهل اوريدي وصلنا لمرحله الحب مع اولادنا، ما نحتاج هذه المرحله. يعني المفروض انا بسمع من رفقاتي اللي بيكون خاصه اللي تجوز جديد مثلا، وعم بيحكوني انه اجينا مولود، بحس انه وعم بيحكوا على الولد تبعهم جديد قديش كميه الحب عندهم، كميه المشاعر اللي بتتغير. الشخص ممكن يتغير بس يرزق بولد، لانه بيخلق عنده شعور جديد يمكن ما كان عنده من قبل. هلا هيدا الشعور بالحب اوريدي موجود، فانا شو بينقصني كاهل اليوم اذا موجود شعور الحب عندي مع اولادي اني اتقن العلاقه معهم، اتقنها مش بس اعملها، مش بس مارسها كأن من يومياتي. يعني لازم اطلع وخلي ال 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 الاتقان بالعلاقه بيني وبين اولادي، اذا كنت طبعا كأهل. جميل 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 جدا. أنا من الناس اللي جدا مهتمين بموضوع الذكاء العاطفي، وعلى سبيل كل يعني مثلا لما يعني عرفنا الدراسات اللي تثبت أن الآي كيو نسبة تأثيره على حياتنا فقط 20%، اللي هو الذكاء، اللي هو التنسيق أحسنتي، الدراسي، هو بس 20% يعني على مسيرة نجاحنا الاجتماعي أو مسيرة نجاحنا حتى بالعمل يعني. فلقوا انه يعني 20% نسبة جدا 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 تعتبر يعني صغيرة. اما صحيح، الاي كيو اللي هو الذكاء العاطفي فهو يؤثر على حياتنا بنسبة 80%، فهي نسبة مو عادية مو سهلة يعني. فالموضوع اللي انت متخصص فيه حضرتك موضوع يعني قوي وكبير، واحنا فعليا فعليا نحتاجه، لان احنا الله
ما تدربنا بالمدارس، ما تعلمنا، صحيح، ما برافو حطينا عليك، الوعي والادراك بمشاعرنا بشكل صحيح كبير. صحيح هذا من ناحيه الدراسه العلميه، احنا من ناحيه الوعي والادراك في سلم الوعي اللي هو سلم هاوكنز للوعي الانساني، يقول لك ان الانسان اللي ما يعرف او عايش بليفل مشاعر اللي هي بس الخوف او الحزن او الغضب، هذا بليفل مره متدني، وقدرته على عيش الحياه جدا ضعيفه. فبكل الحالات انه كل المدارس اللي يعني عرفتها او تعاملت معها كلها تصب انه كل ما كان الانسان اكثر وعي بمشاعره، كل ما كان اكثر نجاح في نجاح يعني. معطاء، صحيح. انا اليوم جدا متحمسه للموضوع، وحابه اسمع من شخص متخصص درس الله الموضوع يسلمك يا رب، يطلع ومارسه، واحب شكرا. هذول الناس اللي يكونوا الاطفال اللي احنا بنتعامل معاهم، فلما ينمون وعندهم هذا يعني الذكاء العاطفي، هذا شيء مره كبير. يعني احنا دائما نقول ان احنا كمجتمعات متطورين فكريا متخلفين شغليا، يعني كله يعني على مستوى العالم كله، يعني ما صحيح عندهم هذا صحيح، الاهتمام بال خاصة عند الأطفال. يعني يس. أنا حتى بخلال دراستي للماجستير بالإدارة التعليمية، سألنا الدكتور بالجامعة، كان سؤال يعني سؤال هيك ليشوف الليدرشيب سكيلز عنا وأفكارنا نحن وأبعادنا. سألنا: هل تعتقدون، طبعا قالنا كان وي تيتش كومباشن ان سكولز؟ كومباشن هو الشغف والعطف والتعاطف مجموعين كلهم بكلمة واحدة اللي هي الكومباشن. فقلنا: هل ممكن او هل يجب ان ندرس الكومباشن، الشغف والتعاطف والعطف كلهم بمدرسه، كيكونوا ككورس بالمدرسه؟ اوكي. فطرح عنا كثير تساؤلات نحن يمكن ما كنا مفكرين فيها، انه هالشيء كثير اساسي ومطلوب. يعني الولد لازم يحس مع غيره، يشعر مع الاخر، مش بس يشوفه عم يتعذب، ولا يشوف المريض هلا الكورونا عم يتعذب، لازم يشعر معه. لازم نقدر نوصل لمرحله مع الاولاد انه يقدروا يفهموا مشاعر الاخرين ويتعاملوا معها بالظروف او بالظروف المتوفره. هي هذه نقطة وايد أساسية، أن إحنا نشعر بالآخرين بس ما نعيش حالتهم. يعني 100% 100% 100%. هذه وايد ناس مثلا ما يفرقون بينها، هذه نقطة وايد وايد جوهرية. ان شاء الله حنتطرق لها هلا بعدين، يعني حطيتها بوينت عندي ان شاء الله لنحكي فيها شوي. جميل جميل جميل. بدي بلش بشغله، انه وللاسف يعني ممكن نحن بمجتمعاتنا العربيه، لما الولد يكون، لما الصبي، خلينا نحكي على الشاب الصبي الصغير اللي عمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين، مرات بيجي عند اهله عم يبكي او خايف او قلقان، شو بكون رد الاهل؟ ما انت شاب، الشاب ما بيبكي، ما انت شاب، الشاب ما بيعصب، ما انت شاب، الشاب ما عم يحده من طريقه، عم يحده، ما عم يخلوا الولد يعبر عن مشاعره. هون بالمرحله الاولى، يعني هون انا عملت بلوك لمشاعر الولد. حيكبر، طب الحزن اللي جواته ما عم يخليه يفجره الاهل بالبيت، يا بده يروح يلجا لاسلوب تاني، يبكي بغرفته بدون ما يشوفوا بيه او امه عم يتبكي، لانه هن قالوا له ما تبكي، ما تعصب، انت شاب، انت رجال. نفس الشيء البنت ممكن يقولوا لاهلها: ما تعصبي وتعملي حركات بوجهك، ما انت بنت، بكره بيشوفوك بيقولوا هاي البنت ممنوع تعصب. ما لا، يعني لازم نترك الولد يعبر عن مشاعره، لانه بالنهايه خاصه لما تكون مشاعر سلبيه، المشاعر السلبيه بتفوت على جسم الانسان. اوكي، نحن المشاعر بنقول المشاعر تاتي اليك، اوكي، المشاعر تاتي اليك، ولكن الافكار تاتي، ولكن استطيع ان اتحكم بها. فبالتالي المشاعر لما بتجيني انا، ما فيي انا طلعها غلط، وما فيي خليها جوا تاذيني انا. اذا كنت عم بحكي انا كولد ولا كحضرتك ولا كاي حدا عم يسمعنا، هو للتعميم، اذا اجاك مشاعر شو ما كانت، طلعها بطريقه صحيحه وما تخليها جوا تاذيك. اوكي، لانه هي طاقه سلبيه، طاقة سلبية ممكن تتجمع، ممكن تعمل لي أمراض جسدية حتى، ما إلها عوارض أو إلها عوارض، عوارضها لما بروح عند طبيب متخصص بالعظم ولا بالعضلات، ولا بيقول لي ما أشبك شيء. طب أنا هالعوارض من وين إجتني؟ إجتني من الطاقة السلبية اللي عم جمعها. ممتاز 100%. هلا الأهل، يعني الأهل، أهلنا واللي قبل واللي قبل، يعني لما يعني بيربونا طبعا والحمد لله على إنه نكون قادرين مقتدرين ماديا، بحطونا باحسن المدارس، بحطونا باحسن ال بيامنوا لنا المواد الغذائيه التامه، وبيكون تركيزهم على تامين الماديات. اوكي، بكون الاهل اغلبهم تركيزهم على تامين الماديات، غافلين على موضوع الذكاء العاطفي الى تطوير على الاولاد. هلا طبعا نحن بنعرف ان الظروف صعبه بهالزمن، طب عم نشوف الام والاب اثنيناتهم عم يشتغلوا ليامنوا ماديات الاولاد، وغافلين على انه الاولاد يحتاجون الوقت منهم. اوكي،
نعرف نحن اوكي، ما يمكن نحصل مثلا المراه المدرسه لما عم تشتغل مدرسه مع اولادها عم ترجع اوكي بنفس الوقت معهم، ولكن عم تقعد تحضر وتطبخ وتظبط لحتى تقعد تجهز الغداء، هون ما استمعت لاولادها، ما سالتهم كيف كانت المدرسه، ما تواصلت معهم، ما تواصلت معهم ولا مشاعر، ما سمعت منهم حتى، لانه مرات بيجوا هن بدهم يحكوا ماما صار معي هيك بالمدرسه اليوم، حبيبي يلا بس خليني اخلص الغداء برجع بسمع لك بعدين، وبعدين وبعدين وبعدين، وكم بعدين قلنا وما سمعنا من الاشخاص، مش بس كأم على اولادها، مرات نحن بنكون مشغولين بالعمل بالشغل باي شيء، وبيجي صديق قريب ولا اي حدا بيطلب منا مساعده، يمكن نحن مرات عن جد بنكون مضغوطين وبقول له بعدين، ولكن اللي بعدين عم بنساها وللاسف ما يعني ما عرف ما بكون ساعدته للشخص بوقت اللي هو يمكن كان يكون بحتاجني فيه. 100%. وهدول الناس اللي حاضرين يعني شعوريا يعني تلقاهم عندهم نجاحات مبهرة، يعني وايد، مثلا زي أوبرا وينفري. يعني صحيح كيف أن نسبة الذكاء العاطفي هي سبب كل شيء هي وصلت للآن. يعني في ناس يسوون عليها دراسات وأبحاث على نفسها، يعني على تحليل ذكاءاتها، تحليل الأشياء. فمن أسباب، من أهم أسباب ذكاء، يعني اللي هي راح الاسم، أوبرا أوبرا. فمن أهم الأشياء يعني أنها هي فعلياً يعني تعرف تتعامل بذكاء عاطفي جداً جداً جداً. صحيح صحيح. اللي الاهل او لبعض الاهل بيعملوه عم بيوصلنا لمرحله مع الاولاد عم نسالهم، اذا بدي اسال انا ولد من اولاد انا بالمدارس كنا انا عندي طلاب كثير، وبسال مثلا ولد انت ما هو از يور رول موديل، من هو اذا بدك من هو الرول موديل، يعني من هو مرجعك مثلا، مين انت اكثر شخص بتحبه بالعالم او بدك تكون مثله او شيء، شو بيقول لك مثلا، شو بتتوقع الاجابه تكون، بيقول كريستيانو رونالدو، ميسي، مايكل جاكسون، الفنان الفلاني. طب بتلاحظي انه نفس الاشخاص اللي بيكون مرجعهم هالمراجع اللي قلتهم هي مراجع ماديه، اذا بتسالي الولد ليش بدك تكون مثل كريستيانو رونالدو، لانه معه مصاري كثير، لانه بيلعب فوتبول ما بيشتغل قاعد بالبيت بس بيلعب فوتبول بيعمل كم، وهذا بطل لانه ربطوا الاهل من قبل اوريدي الحياه بالماديات. يس اوكي، فتولد عند الولد مفهوم انه كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا وات ايفر عنده متابعين كثير على السوشيال ميديا، بحبون العالم، عم بيجيهم لايكات، عم بيجيهم فلوس، هن مثلا فعليا يمكن ما يكون عندهم هدف، ما يكون عندهم هدف يعني ما يكون عندهم شغل يقدروا يعني شغل عملي براكتيكال، شغلهم مثلا خاصه هول اليوتيوبرز يلي عم يطلعوا بيعملوا برانكس او مقالب باهلهم وباشخاص لحتى والعالم عم صارت ممكن انه تقضي وقت طويل عم تحضر هل اشياء اللي ما لها فايده، اوكي، بس لانه اوريدي انربطت حياه الولد بالماديات، اذا انا حضرته عم شجعه على انه يطلع مصاري. اوكي، والمشكله وين؟ المشكله بعيد الام ولا بعيد الاب، بتلاقي على السوشيال ميديا احبك امي واحبك ابي مع هالصور اللي متلية السوشيال ميديا كلياتها، وفي الواقع العلاقة بين الأم والأولاد اللي هو اللي عم يحطوا صور على هيدا قد لا تكون بالصورة اللي عم بينقلوا لنا إياها السوشيال ميديا. 100%. أوكي، فللأسف يعني، ولكن كمان مشكلة وين؟ مشكلة إنه نحن صرنا عم نتأثر كثير إلى حد ما بالسوشيال ميديا وبالإعلام بطريقة سلبية، بحيث إنه عم يعني عقل الإنسان بقلبه خلايا عصبية اللي بنسميهم نحن ميرور نيورونز، اللي هن الخلايا المقلدة اللي الخلايا العصبية المقلدة اللي بتقلد كل شيء بتشوفه باللاوعي. اوكي، خاصه لما انا احضر السوشيال ميديا، احضر يوتيوب فيديوز من شخص واحد او من عده اشخاص كثير بشكل كثير، اوكي، صرت انا عم العصبيه تاعيت الشخص اللي عم بحضره وعم طبقها بالبيت. اليوم الولد لما بيخلق، اوكي، الولد عنده مشاعر وكل شيء، بس بعمر 4 ل 9 سنين او بعد الدراسات بيقولوا لك 10 سنين، الولد التعبير عنده او رده الفعل عنده هو منه فطري، هو مكتسب. مكتسب من وين؟ مكتسب من امه او بيه، مكتسب من المدرسه، او مكتسب من اصدقاء، او مكتسب من السوشيال ميديا. في عنا 4 مصادر، اوكي، ولكن نحن كبالغين في عنا مصدر خامس واللي هو الذات. اوكي، بس عند الصغار يلي بعد ما عندهم حوار مع الذات بمرحله الاربع سنين ل9 او 10 سنين بيكون مصدره او ردات فعله مصادره المدرسه، الاهل، والاصدقاء، والسوشيال ميديا. اوكي، عشان هيك قريت اليوم قول قديم ما بعرف لأحد الصحابة أتوقع أو شيء،
عم ينصح معلم ولده، يعني هو جاب تيوتر او جاب مدرس لابنه بقول له لتصلح اولادي عليك ان تصلح نفسك. ماني 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 بالضبط ماسك شو اسمه الحديث، ولكن او المقوله، بس بيقول يعني لتقدر تحسن انت من اولادي او تفيدهم عليك ان تبدا بنفسك. فعليا يلي بيسافر بيعرف انه نحن بالطياره، لما بنطلع بالطياره فور اكزامبل اوكي، ويطلبوا منا انه اذا في حال، طبعا نحن لما بنطلع الطياره بيعطونا ارشادات السلامه. ضمن ارشادات السلامه بيقولوا لك انه اذا انخفض ضغط او مستوى الاكسجين بلا 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 على متن الطائره، ساعد نفسك، ابدا بنفسك اولا ثم ابدا بالاخرين، يعني بعدين ساعد اولادك. فاليوم اي شخص بده يبدا باي رحله تغيير او تطوير، حضرتك اكيد بتعرفي واللي عم يسمعونا اغلبهم بيعرفوا، بتقدري انك تقولي انت انه الواحد لازم يبدا بنفسه اولا بعدين يساعد غيره. اوكي؟ هلا لانه صرنا نتاثر بالسوشيال ميديا، بنصير انه نحن عم نعمل الاشياء، بنصير نقول هذا الشيء كول، هذا مش كول، لازم اعمل هيك، لازم اسوي هيك، لانه هذا الشخص عم يعمل كذا كذا كذا، صرت انا عم بعمل مثله. اوكي؟ عندك اي استفسار، اي سؤال، اي شيء على اللي قلناه؟ إيه. انا 100% يعني معك باللي انت قاعد تقوله. انا ودي شوي نعرف يعني ايش هو الذكاء العاطفي يعني، وليش مهم. يعني اذا انت مثل ما حضرتك قلت انه احنا الحين برمجنا الاطفال او برمجنا الناس الصغار انهم لما يكبرون يكونون تعلقهم بالاهداف الماديه، فلما يحصلون على الاهداف الماديه ما في رضا داخلي. في دائما يجوني ناس بالاستشارات يقولون في احنا عندي زوج مره ممتاز، عندي 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 بيت، عندي يعني انا وصلت ان انا درا يعني قدمت استشارات الفي في اي بي، يعني من ناس مره ماسكين مناصب وحتى يعني على مستويات يعني يعتبرون شيوخ او امراء او كذا، يعني بعده دول. ف يعني في بعضهم يكون في فراغ، فجوه داخليه ما تتحقق بالشيء الخارجي المادي. صحيح. احنا كبشر نبغى نتعامل مع الشيء اللي موجود في داخلنا، دائما نبحث عن شعورنا، لان احنا اصلا مصدر الاتصال مع الله هو القلب، هو مصدر الشعور. صحيح. يعني احنا يعني على كثر ما ان كلمه الذكاء العاطفي يمكن ما تحمس وايد ناس، بس لو يعرفون يعني اهميه شو معناتها، يكون عندك ذكاء عاطفي وشلون تاثر على وتاثر على مسيره حياتك بشكل مره كبير، كان كل احد انا متاكده انه المفروض يدرسونها بالمدارس. يعني صحيح، الذكاء العاطفي اذا بدنا نعرفه بطريقه هيك مبسطه بس لحتى المستمعين يقدر توصل معه للمرحله، لانه هيك يستوعبوا الكلمات اللي عم نقولها. الذكاء العاطفي فعليا هو اذا بدك فهم المشاعر الشخصيه، يعني المرحله الاولى بدي افهم انا مشاعري الشخصيه، بدي ارجع افهم مشاعر الاخرين. عم بحكي انا افهم مش اعرف بس، الاعرف اوكي انا ممكن اعرف انه انت زعلانه او هو زعلان او هي زعلانه او اولادي زعلانين، ولكن مش بس بدي اعرف، بدي افهم المشاعر، افهم مشاعري انا، وبدي اسمح لمشاعري انه تطلع حتى، يعني مش بس انه انا مشاعري اوكي بدها تطلع مشاعري، ومثل ما قلت لازم اسمح لها تطلع للمشاعر شو ما كانت، سعاده، فرح، حزن، غضب، لازم تطلع. اوكي، فبالتالي الذكاء العاطفي هو فهم مشاعر الشخصيه ومشاعر الاخرين والتعامل معهم مع الاخرين ومع الموقف بطريقه ترضي الطرفين، طريقه ترضيني انا كشخص وطريقه ترضي الاطراف الثانيه اللي عم بتعامل معها، ترضي العلاقات تعيتي، لانه الذكاء العاطفي اليوم يتحتم علينا نحن كاشخاص انه نعمل علاقات جيده مع العالم بغض النظر اذا انا كنت بدي استفيد من هالاشخاص ولا ما بدي استفيد، ولكن لازم انا اقدر افهم مشاعر الاخرين لاتعامل معهم بما يتناسب انا وهو، يعني ما في زعل حالي انا على حساب غيري وما في زعل غيري على حسابي، بدي يكون في اعتدال. جميل جميل، يعني هي المرحله الاولى تبدا بالادراك والفهم لمشاعرنا احنا مرات ما ندري احنا شو نحس فيه. احنا مرات كلنا نسميه حزن من اللي احنا، بس انت مرات مو قاعد يعني هو في 300 شعور احنا احيانا يعني نعبر عن مشاعرنا شيء واحد، انه انا زعلان، انا طفشان، انا كذا. صحيح. مو قادر اتفهم مشاعري ولا اني قادره اتفهم ايش اسباب الشعور اللي قاعد تصير معاي. يعني صحيح صحيح. اوكي، هلا ممكن نحن اسباب الشعور اللي عم تطلع معنا، طبعا خاصه نحن والكبار، نحن يمكن سبق وحكيت قبل عن موضوع اللي هو كتل الالم،
اللي هو ردات فعل الانسان اللي بتكون مصدرها الماضي. بيكون الشخص كثير متعلق بالماضي بطريقه مش قادر يطلع منه للماضي، اوكي؟ فبالتالي حتكون ردات فعله مبنيه على احداث صارت بالماضي، عم يغضب بس اسباب مرات ممكن يكون الشخص مش واعي للاحداث، صارت هو عمره 4 سنين ولا 5 سنين، ولكنها ربطت كونت عنده بريدج، او نحن بنسميه خيوط اذا بدك، جسر بينه وبين هالكتل الالم، فصارت رده فعله مش عم يقدر يتحكم فيها لانه الماضي كان ماسور فيه للماضي هو. اوكي؟ وضحت فكره الذكاء العاطفي؟ يعني هي يعني هي الحين اللي فهمنا انه احنا نتفاهم مع نفسنا، فبنتيجة تفاهمنا مع نفسنا ومعرفتنا وإدراكنا لنفسنا حننتقل لمرحلة، طبعاً راح نتدرج بالمراحل يعني على حسب معلوماتي، صحح لي إذا أنا كنت غلطانة، نحن حنمر خمس أشياء يعني إن شاء الله. يعني حنمر من معرفة وإدراك أول شيء، يعني زي اللي نشخص في البداية أشخص حالتي، ليه ما أوصل أني أنا أسوي علاقات ناجحة مع الآخرين، ونجاحي أصلاً بالحياة أنه أنا مبسوط مع نفسي ومبسوط مع الآخرين ومع الحياة ومحقق أهدافي. صحيح. هي الذكاء العاطفي له عدة أطر. أوكي. في أطر، يعني أول أطر وأهم أطر اللي هو المعرفة أو الوعي الذاتي. الوعي الذاتي بيجي لما أنا بعرف مشاعري، لما أنا أكون عارف أنت بعصب وليش بعصب، شو السبب اللي بخليني أعصب. تاني 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 بند من بنود شو اسمه اللي هو الإدراك الذاتي. من بعد ما انا اعرف ذاتي بدي يكون عندي وعي وادراك ذاتي، واللي هو التعامل الصح مع المشاعر اللي اوريدي انا فهمتها وعرفتها. اوكي؟ يعني بالمرحله الاولى افهم مشاعري، اسمح لمشاعري تطلع، ما حاسب حالي اذا عصبت، او طبعا لازم حاسب حالي ولكن ضمن امور معينه. ومن بعد ما اعصب او بعد ما اغضب بدي اقعد مع نفسي شوي، شو الاسباب اللي خلتني انا اعصب ولا اغضب ولا كذا، افهم مشاعري، اسمح لها تطلع، بعدين حللها، بعدين اعمل اناليسز مظبوط، بعدين ظبط الامور، عالج الامور مع نفسك. هلا هون 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 دور كثير كبير مع الخلايا العصبيه، مع الخلايا اذا بدك دور كثير كبير مع الجسم، مع جسمنا نحن او مع ردات فعلنا، شيء بسميه انا حط خاصه مع الذكاء العاطفي، مثل ما قلنا قبل او سبق حكيت عنه، اللي هو الخلايا العصبيه المقلده اللي بسميها الميرور نورونز. اوكي؟ هي بتلعب جزء كثير كبير بحياتنا، حتى نحن وقاعدين مع اي مع اي مع اي شغله، مع اي حدا، مع اي شخص. نفترض انت قاعده قدامك شخص معين، حلو؟ هذا الشخص اللي قاعد معك انت عم تطلعي فيه، لما طلعتي فيه كان عم يتاوب. اوكي؟ انت لا تلقائيا شو حيصير فيكي؟ حتبلشي تتاوبي. صح؟ ليش؟ لانه نحن عندنا ربنا خلقنا بالعقل تبعنا في عندنا الخلايا العصبية المقلدة، مثل ما قلت هالخلايا العصبية المقلدة اللي الله وهبنا إياها والحمد لله، بتشتغل كمراية، بتعطي أوامر من العقل على الأعضاء لنقلد الأشخاص اللي غيرنا، لنقلد اللي بوجهنا ولا نقلد لا. ولما تكون العلاقة بيني وبين الشخص وطيدة أكثر، كل ما كان سهل أكثر علي أنا أنه قلد اللي عم يعمله. فهون دور الذكاء العاطفي مع الأطفال، أنه إذا أنا كنت تربطني علاقة كتير قوية بالولاد، كتير علاقة قوية بولادي او باي علاقه باي اشخاص عم نحكي معهم، نحن اذا في هالعلاقه القويه بيكون اسهل تاثير التقليد عليهم. اوكي؟ يعني نحن فينا كاهل بالبيوت نحن وقاعدين نراقب اولادنا، اللي لما بيعمل هيك الولد بقدر كبي انا اعمل مثله مثلا. هون من دون ما الولد يحس انا ربطت عملت بريدج بيني وبين الولد. اوكي؟ يعني انا معلش مثلهم لهول، استخدم المرر نورونز لمثل انا مع الاولاد، لحتى انا شخص مثلا، لحتى انا كبر البريدج او ابني على البريدج تبعي بيني وبين الولد. فهون حيصير تاثير يعني. فحيصير تاثيري على الولد او تاثيري على الاولاد افضل بكثير من يعني افضل بكثير لما انا اعمل هالامور. جميل. يعني احيانا ممكن نسال الولد انه يعبر، يعني احنا من هو صغير حتى لو يطيح ويتعور، متعور الولد يعني طايح بالارض وقاعد يبكي، على طول شو نسوي؟ لا 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 كذا، نحاول نلهي عن شعوره. هذا صحيح يعني صحيح، درسناها دراسه انه ما تتخيلون قد ايش مضر انه انت يعني تحاولين تنقل، خليه يعيش الالم، هذا الالم يتخزن اذا ما قدر يعبر عنه. انت صحيح 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 صحيح، يعني وتحاولون تشتتونه ويحاولون يعني تسوون حفله، فهذه صحيح خليه ما عنده فهم يعني لشعوره. هلا حنحكي ان شاء الله انه
انه رح نحكي ان شاء الله كيف نقدر نحن اللي انت حضرتك قلتي شيء كثير مهم وشيء كثير اساسي، انه نسمح للولد يطلع يعني يطلع مشاعره. مرات الاهل بيسمحوا للولد يطلع مشاعره ويطلع مشاعره ويطلع كل الطاقه اللي عنده، ولكن بيكونوا الاهل بنيتهم انه يرجعوا يردوا على الولد بالنفي، يعني عم بيسمع له انا بدي ايه اللي بدي اظهر، بدي ايه اللي بدي اعمل، بدي ايه اللي بدي اسوي، عم بيسمعوا له الاهل، ولكن باللاوعي عم بيسمعوا ليقولوا له لا من الاخر ما في تظهر. اوكي، الحكم الاول والاخير هو للاهل، للاب والام، ولكن لازم انا اسمع المشاعر تعيت الاولاد، لازم اسمع لشو ما بيقول لي الولد، لازم اسمع له انا. اوكي جميل. فهي السماع يعني بتعاطف اتوقع وبحضور وبتفهم، حتى لما يعني لما الانسان اي إنسان يعني من لما هو صغير لما تسمعه وتطالع بعيونه وتحاول تفهم شعوره وتحترم الشعور اللي موجود عنده، يعني ما نحسسهم بالعار انه هو مثلا حاس بخجل او حاس بخوف او حاس، افهمه واطالع بعيونه واتواصل معه اكيد واكون اكيد حاضره معه، اكيد احسنتي، كل الاشياء تخليه تساعده انه يتطور صحيح. شعوره. نحن حنحكي هلا ان شاء الله كمان النظر للعيون، نحن عم نتكلم مع الشخص، اي شخص حتى، مش بس او طفلنا، مش بس اولادنا، النظر الاي كونتاكت هو جزء كثير مهم من اسلوب الاستماع وبناء التواصل وبناء التواصل السليم بيني وبين الشخص. جميل جميل. ولكن انا وعم بتطلع بعيون الشخص مش لازم اطيل التحديق. اوكي، في مرات اشخاص ما بتقدر تطلع بعيونه مثلا، اوكي، يعني مرات في اشخاص ما بتقدر تطلع بعيون الشخص، فينا نستخدم تكنيك انه نطلع بين هون بهالمحل بين عيون الشخص، فبتفادى النظر الدايركت لعيونه، ولكن اعطيته باب الاهميه، اعطيته اهميه اللي عم بيقوله. حنحكي، ما بدي احرق اللي بدي اقوله، بعد شوي حنحكي شوي ان شاء الله بالتفاصيل بعد اكثر عن كيف نبني مش حوار، ولكن كيف نبني تواصل سليم مع الاطفال لما بيكونوا عم بيعبروا عن المشاعر. جميل جميل اوكي، جميل، كثر الحماس فانا وايد متحمسه. الله يعطيك العافيه، شكرا لك. طيب هلا في شيء كثير مهم مثل ما كنا نحن عم نحكي، اللي هو المير نيورونز، بدي ارجع احكي فيهم انا، لانه كثير ضروري نفهم انه المير نيورونز مش بس بيشتغلوا على الاشياء الفيزيولوجيه، اوكي، بيشتغلوا كمان على الاشياء للفيزيكال سنسيشن، يعني على الاحاسيس الخارجيه حتى. بدراسه كثير حلوه عملوها بالسنه 2000، بتقول هالدراسه انه استخدموا متطوعين، وهالمتطوعين ورجون صور لمده 30 جزء من الثانيه. هيدي الصور بتحمل شو؟ بتحمل رياكشن، فيشل رياكشن، يعني وجه عم بيضحك، وجه عم بيبكي، وجه عنده تعبير. اوكي؟ وخلوا هالشخص المتطوع يشوف هالصوره لمده 30 جزء من الثانيه. اوكي؟ هلا الشخص، نحن العين ب 30 جزء من الثانيه مش حتقدر تشوف الصوره شو هي، مش حتقدر تشوف المشاعر شو هي. ولكن العقل قدر يشوف شو الايموشنز تاعول الشخص اللي شافه، وتكون الفيشل اكسبرس، التعبير الوجه عند الاشخاص المتطوعين بنفس الشكل يلي شافوه ب 30 جزء من الثانيه. لانه العقل سبحان الله، الخلايا اللي عندنا بتقلد، الخلايا العصبيه بالتحديد بتقلد شو شافت، او مش بتقلد هي، ولكن تعطي اوامر للاورجنز، للاعضاء، انه يقلدوا اللي شافوه. ف ايه، وحتى المشاعر، حتى المشاعر تتقلد، يعني اذا انا فت، انا بتعرفي حضرتك اكيد انه مرات بتحسي حالك انه سعيده بوجود اشخاص معينين، لانه هن عندهم طاقه ومبسوطين، وبتحسيهم الانرجي تاعتهم عاليه ودائما سعيدين، وعم ينقلوا لك الانرجي والاكسايتمنت وال 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 كل شيء كل شيء ايجابي عندهم عم ينقلوا لك اياه لاهلك 100%. مرات مو يقولوا لك هي يعني جاور السعيد تسعد، هي فعليا صحيح 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 صحيح، لانه عن جد مش بس المشاعر هي اللي بتنتقل مثل ما قلنا، كمان الفيزيكال سنسيشنز اللي هي التتاوب والحركه الايد. مرات انت بتكوني في، طبعا بالتقليد في شيء اسمه ميرورينج وماتشنج. الميرورينج اللي هو الشخص بصير كمرايه لإلك، يعني اذا انا قاعد بوجهك، انا عملت هيك، زحت على اليمين، انت حتزيحي على اليسار، لانه حتكوني مرر لإلي، حيزيحوا بنفس الاتجاه ولكن facing each other، فحيكون الاتجاه كمرايه، يعني كمرايه، انا عملت هيك على المرايه، كانه الشخص اللي بوجهي حيزيح مثل ما انا زحت. هيدا الميررينج. والماتشنج هو لما بيتاوب انا بتاوب، لما بيعمل هيك انا بعمل هيك. مرات بيكون حدا عم يحكيكي بقرب وجهه لقدام، فانت لا شعوريا بتحسي حالك قربتي وجهك معه لقدام. ممكن خاصة هالشي بيصير لما بتكون العلاقة بين الشخصين قوية. جميل
عشان هيك تأثير هول المير نيورونز عند بين الأهل والأطفال بيكون كتير قوي بمرحلة الأربع سنين للتسع سنين. جميل جميل جميل، رائع رائع. ف أنا متحمسة يعني. الله يسلمك. أوكي، هلأ في دراسة تانية كمان كتير حلوة هي حخبركم عنها. الدراسة صارت كمان من فترة، ما بتذكر قديش، ما بتذكر إمتى. المهم هاي الدراسة بتقول إنه لما جابوا أشخاص متطوعين كمان وورجون فيديو لامرأة عم تحط إيدها بالمي الباردة، مثلا مي كلها تلج عم تحط إيدها الامرأة بالمي المجلدة، شو صار بإيد الشخص يلي عم يشوف؟ أوتوماتيكلي إيده التمبرتشر تاعيتها، فيزيكلي عم بحكي أنا، فيزيكلي جابوا ميزان حرارة وقاسوا التمبرتشر تبع إيده، كانت التمبرتشر أخف من الإيد الثانية يلي هو عم يشوف البارلل تبعها بالفيديو. فاكتشفوا انه العقل مرات ما بيقدر يحلل اذا الشيء منطقي او صحيح او لا، فبيكون ردة فعله بناء على اللي عم يفكر فيه، مش بس بناء على المنطق. ونفس الشيء لما جابوا مي حاره، عفوا ايه معك إيه. ونفس الشيء لما جابوا مي حاره وحطت الامراه ايدها بالمي الحاره، الشخص يلي عم يشوف شعر انه ايده صارت حاره 100%. يعني فقديش كثير مؤثر نحن مشاعرنا كأهل، أفكارنا كأهل كتير مؤثرة على الأطفال. يعني كتير هيدا نحن شفنا تفضلي. الأفلام أحياناً، وأنت يعني مثلاً إذا كان يركض أو كان متأثر، ليش إحنا نتفاعل معاه شعورياً؟ لأنه فعلياً بيكون هذا النوع من زي ما حضرتك تفضلت. صحيح، برافو عليك. صحيح صحيح صحيح. في عالم اساسا ممكن تحضر دراما موفي لحتى تبكي لانه بتحتاج انه تطلع مشاعرها. هون ما حنحكي على المير نيورونز، ولكن المير نيورونز تلعب دور بنقل هالمشاعر. جميل جميل. يعني مرات حتى ليش الفن يكون قريب من الناس اكثر من الاشياء الباقيه، لان احنا ما نعرف نعبر عن مشاعرنا، فنروح نسمع اغنيه علشان يعني تعيشنا الشعور اللي احنا نبيه. لحظات شعور. مظبوط مظبوط. فيلم نشوف فيه قصه البطل او الشعور اللي احنا نبي نعيشه من خلال تنوع يعني. صحيح صحيح صحيح. قصه البطل على فكره كثير حلو انك ذكرتيها، هي تمس جميع المشاهدين باسلوب واستراتيجيه تبعوها ليصنعوا الافلام والمسلسلات. صحيح. فبتلاقي الاشخاص او الاطفال طبعا حتى نحن مرات متاثر ببطل الفيلم، لانه بالبدايه المشكله اللي كان فيها البطل تشبه شيء نحن عنا اياه جواتنا نحن. صحيح. تشبه فكره بجواتنا، تشبه الالم اللي عنده للبطل. بعدين بيصير عنا صراع نكفل وننشد للاتراكتد للفيلم لحتى نشوف البطل شو حيصير معه. بتلاقي حالك مرات بس تخلصت الفيلم صرتي متحمسه، بدك تعمل شيء، بدك تساوي شيء، بدك كذا، لانه اخذتي هيك شويه طاقه من الـ من الـ من الموفي او من المسلسل او من الفيلم اللي عم تحضريه. 100%. ومع هذا الإنسان اللي مدرك المشاعر، يعني كل ما صار عنده نمو شعوري أكبر، صار يتابع أو يعني يشوف الأفلام ما يكون نفس زمان. يعني أوكي يتابع ويعيش القصة أحيانا معاهم، بس واعي المشاعر ما عاد مثلا دقات قلبه زي زمان لما يركض البطل. صحيح صحيح صحيح. لأنه صار هو يعبر، هو نفسه يعبر عن مشاعره بنفسه. مظبوط. وإدراك أنه ما يعيش الشعور اللي يعني مو محتاج أنه يستعين بالاشياء الخارجيه علشان يعبر عن. برافو عليك. هون كمان برجع بشير لشيء حضرتك قلتيه باول الحلقه، انه نحن بنشوف مشاعر الاخرين، بنحط نفسنا مكانهم لنشعر شوي، ولكن ما بفوت بالحاله ديب معهم وبنقل حياتي لتعاسي. صحيح صحيح. ففي بعض الاشخاص مثلا مدمنين على افلام الرعب، لان هم في عندهم مخاوف، يعني يبغون تتحرر، في عندهم يعني رغبه للشجاعه احيانا انهم يدخلون بهذه التجربه. لكن لو كانوا يتعاملون مع مشاعرهم بشكل افضل، ما اتوقع يكون عندهم هذا يعني الشغف اللي يعيشون الحاله الشعوريه هذه. هو على فكره الشغف لحضور افلام رعب ولا افلام دراما لنطلع مشاعر الغضب ولا البكي ولا الرعب اللي عندنا، هو يتعلق بشيء بنسميه الماضي. يتعلق بالماضي، بكون انا عم بستحضر الماضي لارضي المشاعر اللي طلعت هلا، وبكون انا هالشيء على فكره هالشيء سيء، مش 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 كويس. هالشيء سيء لانه عم بيعيد ترتيب، اذا بدك بسميهم كتل الالم او ايكارت تولي اطلق عليهم بين باديز او كتل الالم. كتل الالم هي احد الاشياء الاساسيه اللي بتبنيها، يعني اللي بتكبرها
هي استحضار الحاله اللي نحن بدنا اياها. يعني مرات مرات اي شخص يحتاج انه يبكي فبيروح بدور على امه او على بيه او على خيه او على حبيبه او على وات ايفر لبس ليبكي باحضانه ليتاثر معه الشخص الاخر ليطلع الكتل الالم اللي عنده، لانه ما سال حاله ليش انا بكيت، ما استحضره. ان شاء الله هذا موضوع شيق ثاني، ممكن ان شاء الله بالمستقبل نطرحه يعني بطرق ثانيه باذن الله. اكيد شرف ان شاء الله. هلا بالنسبه ايه تفضلي. انا يعني الحين احنا فهمنا المرحله الاولى انه انا لازم اتفهم شعوري، افهمه تماما واعرف مسبباتها، فبننتقل بعدها للمرحله الثالثه. تعامل مع مشاعر الاخرين، تعامل مع اولادك، او التعامل مع رح نحكي شوي، انا حورت شوي المحور الذكاء العاطفي لحتى احطه يتناسب مع التعامل مع الاطفال. جميل. فبالتالي حاعطي هلا مثل واحد ولكن ينطبق على هذا المثل اربع ردات فعل. اوكي؟ المثل هو ابنك او حيالله ولد كسر جواله واجى لعندي عم بيقول لي انا كبي او كأم انا كسرت جوالي بدي تليفون جديد. اوكي؟ هلا ردة فعله للولد لما انكسر جواله وجاي لعندي، اوكي، شو حيصير؟ اول شيء حيجي لعندي باربع طرق، يا اما حيجي لعندي انه انا تكسرت التليفون جيبوا له واحد ثاني، هذا بسميه اللامبالاة. يا اما ثاني نوع اللي هو الدفاعي، عم يدافع عن نفسه، انا زحطت وعورت اجري وكان معي التليفون بايدي وانكسر التليفون وهيك جاي عم يدافع عن نفسه قبل ما انت اصلا ترد عليه باي شيء. النوع الثالث اللي هو اللي بيجي لعندك عم يبكي، كسرت تليفوني كسرت تليفوني، كمان هيدا عنده طريقه تعبير. والنوع الاخير او الرابع بنسميه احنا الغضب او الحاله التي ستتطور الى غضب. اوكي؟ فحنفوت بهالسيناريو نحن لنطلع حلول او لنطلع طريقه ردات فعل لتتناسب مع الموقف اللي صار. اوكي؟ لكن اول نوع هو اللامبالاه، اجى ولدك لعندك وتليفونه مكسور، وخاصه هلا بالحجر الصحي مثلا، قال لك تليفوني مكسور وانكسر وهيك ويلا بدي غيره. اوكي؟ هون شو بعمل انا؟ هيدا الشخص لا مبالي، هيدا الشخص يحتاج ان يتكلم. ما طلع لك ولا شعور. قال لك انا كسرت التليفون جيبي لي غيره هلا. ليش؟ انا ما سامحت له ابدا اصلا كأم او كأب ما سامحين له يعبر عن مشاعره، فاجى خلص اخر همه انا بدي تليفون جديد هلا. فشو بعمل انا هون كأهل بهالحاله؟ بترك له ارض الحوار. اوكي، جيف ذيم ذا فلور، وبقول له ليش شو صار معك؟ احكيني. هون بسمح له يتكلم، خاصه هلا اتس اوبورتونيتي. حتى لو الولد معلش، حتى لو الولد حس انه هذا شيء جديد ومش معود عليه، خليني اعوده عليه من هلا. هيدي فرصه انه نحن عن جد نوطد العلاقات بيننا وبين اولادنا، وللمستقبل نجي نقول لهم انه هيدا التكنيك حنصير نستخدمه دائما مش بس اليوم. اوكي معلش اسمح لي اعبر عن مشاعره، لاقول له انا يا حبيبي انه معلش اذا كسرت التليفون، ان شاء الله نحن انت عارف الوضع اللي نحن فيه هلا، يمكن ما نقدر نجيب لك تليفون هلا جديد لانه الوضع ما فينا نطلع وما فينا نروح، وابوك مثلا قاعد بالبيت وانا عم ساعدكم وكذا وعم نهتم فيكم وهيك، ولكن انا عندي تليفون قديم ممكن اعطيك اياه. هيدا اذا تجاوب معي بمرحله بهالاسئله البسيطه بس وقدر يعبر عن مشاعره، يمكن يقول لك ما انا زهقان وانا تعبان وما في حقدر احكي مع رفقاتي وما كذا وما كذا وما كذا، حيلاقي لك 100 عذر وعذر. اوكي؟ لما يبلش ينتقل لمرحله الاعذار هون انتقل للمرحلة الدفاعية، واللي هو ممكن أولاد تجي دغري لعندك عم تدافع عن نفسها أساسا. لذلك أنا وقعت وكسرت التليفون بالغلط وما كان قصدي وصار بدي غيره مشان أحكي مع رفقاتي ومشان كذا كذا، وبدي أدرس هلا، بدي أدرس هلا على التليفونات صار في حجة جديدة، بدي أدرس على التليفون أو على التابلت لأنه الكورس صار أونلاين، ما بقى إنه عم روح على المدرسة، صار في حجج أقوى إنه يستخدمها الولد. فبالتالي شو بتعامل مع الولد أنا يلي هو جاي عم يدافع عن نفسه؟ الولد يلي جاي يدافع عن نفسه هو شخص لا يشعر بالامان من افراد اسرته، من امه وابوه. واو، نقطة مهمة جدا. اوكي، لا يشعر بالامان لانه معود لما بيعمل شيء غلط هيدا الولد حيكون الرد يا اما قتله يا اما ضربه يا اما حيحرمه من شيء، يا اما في بلاي ستيشن، يا اما في ظهره عند ستك، يا اما يا اما يا اما كذا. فالولد جاي عند اهله قبل ما ياخذ منهم جواب انه لا او يعني بشوم عليك بتعمل هيك التانيب، بيكون ببلش يستبق انه انا كسرت، انه انا عورت حالي وقعت، وشوفوا ايدي قبل ما اشوف التليفون، شوفوا ايدي بعدين لما وقعت عورت التليفون. هون هيدا الولد كيف بتعامل معه انا؟ بعطيه امان. اوكي؟ ما بوبخه انه كسر التليفون، ولكن بدي احكي معه بعدين انه انت كسرت التليفون يعني انت شخص غير مسؤول. ولكن مش بلحظه هو عم يعبر فيها على مشاعره.
اتركه يطلع كل اللي جواته، بعدين على جنب، بعدين بعد ما يروق، بعد ما انا اروق، بعد ما اخلص، اسمح له، اسمح لنفسي ناقشه انه اللي عملته غلط، او اللي صار قله مسؤوليه او اهمال او وات ايفر او كذا كذا. استاذ محمد، هذه النقطه احيانا مرات حتى يضطر انه اذا كان ضعف الامان، اتوقع يعني، وصحح لي اذا كان، انه مرات يكذب، يعني مثلا يكون انه هو ما طاح يعني مثلا، او هو صح كان صح اهمال من عنده، بس انه هو صح سوى سيناريو، لان هذا السيناريو هو ما يشعر بالامان، انه هو لو عبر بشكل يعني. احسنتي احسنتي احسنتي. صح، هيدا الولد. انا طبعا بحب اقول دائما نحن ما نكذب له، ما نكذب الاولاد، حتى لو انا عارف انه ابني او بنتي عم يكذبوا، ما كذبهم. 100%. اوكي، لانه مرات شعوري بانه ابني عم يكذب هو رأي ما انه حقيقه، يمكن يكون هو هالمره قال الحق. في للاسف مشكله عند بعض الاهل، بيقولوا لك انا ابني وبعرفه كذاب، ابني وبعرفه يعمل، بنتي وبعرفها هلا بشوي وبتسكت. خلى الاهل، مش بس الاهل فكروا بهالطريقه، ولكن ايضا نموا عند نفسهم كاهل فكره انه ابني ما رح يتغير. فصار بيكبر الولد، انا ابني هيك، انا ابني هيك، ابني خلص اتركوه، ابني بيعمل هيك حركات قدام العالم. انه ايه، فهون طبعا كمان لازم يعني نحن شوي يعني نتفهم، وما اقول ابني هيك ابني هيك، اذا قلت انا كل مره ابني هيك ابني هيك، مش عم بسمح له لا له يتغير، ولا عم بسمح لحالي اتقبل تغييره. جميل، عرفتي؟ 100%. اوكي، جميل جميل، اوكي فننتبه للموضوع، يعني اهم شيء حتى هو ما نعزز عنده الصوره الذهنيه ان انت تكذب انت تكذب انت تكذب. ف يعني هذا المحور او هذا الطرح جدا يعني مهم، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. وممكن النوع الثالث، ولد يجي لعندك لكسر التليفون نفسه، عم نحكي نحن، ولكن يجي عم يبكي، يعني يجي انا كسرت التليفون. هون كأم او كأب، ما في انا اجي والله احطه بحضني وابكي معه، او احطه بحضني واقول له شو الـ شو الـ شو الـ شو اسمه. لازم انا هون شو اعمل؟ اعطيه اول شيء، بدي ادارك انه هو عنده شعور البكاء وعم يجي يطلع لي، حتى لو كان عم يمثل مثل ما حضرتك قلتي، ولكن شو في اعمل انا؟ بجيب محرمه بعطيه اياها، بقول له حبيبي انا مسح دموعك، ليه زعلان؟ او لا، ما بقول له ليه زعلان، حتى بساله انت منيح؟ انت مبسوط؟ بعطيه شعور معاكس للحاله اللي هو فيها. لانه اذا قلت له انت عم تبكي، انت زعلان، حيقول لك ايه زعلان، حياكد على الشعور اللي هو فيه. ولكن مجرد ما تطرحي له انت مبسوط، حيقول لك لا مش مبسوط، ليش مش مبسوط؟ فسر لي. هون ورجيتيه انا عرفت انك عم تبكي، اعطيتك محرمه، مسح دموعك لنقدر نتحاور مع بعض. بعدين اوكي انت بكيت، اتس اوكي انك تبكي، هاي مسح دموعك بالتشو، ولكن انت ليش مش مبسوط؟ تعال نحكي. وقعت التليفون، هون بفوت معه وبرجع بحوار، وحنحكي عن طرق الحوار بعد شوي، او طرق التواصل بهالطريقه معه. جميل. هلا النوع الرابع، واللي هو نوع يلي ممكن يتحول لنوع خطر، هوليك ثلاث انواع مش خطرين كثير، خاصه اذا تداركناهم، ولكن النوع الاخير، النوع الرابع، اللي هو الغضب، او الشعور الذي ممكن ان يتحول الى غضب. اوكي، الشعور اللي ممكن يتحول لغضب، هون انا بدي شو الطريقه هون كمان. هيدا الولد اول شيء اللي غضب حسب عمره، بدي اتعامل معه حسب عمره، اذا من 4 ل 9 سنين او من 4 ل 10 سنين، الغضب هو او رده الفعل اللي جايبها مستحضرها من عالم ثاني. اذا مش بالبيت انا بعصب بنفس الطريقه، جايبها من المدرسه او من البيت او من الرفقات او من السوشيال ميديا. اذا انا بغضب كأم أو كأب بنفس الطريقة اللي ابني غضب فيها أو بنتي عبرت فيها عن مشاعرها، ما إلي حق حاسبها على ردة الفعل. أوكي؟ إذا مثلا أنا بسب البيت وهي لما غضبت سبت، ما في حاسبها على ردة الفعل on the spot. بدي أسكت حتى ما أخلي الغضب يتطور، يعني الغضب بيعيش الغضب وبيكبر الغضب. أوكي؟ فبسكت كأم أنا أو كأب حتى ما الغضب يكون، فبسكت وبخليه يطلع كل غضبه. اوكي، بعدين برجع بفوت بمرحله الحوار او مرحله التواصل السليم اللي حنحكي عنها، او استراتيجيتها بعد شوي. جميل. اوكي، يعني ولكن هون تفضل. ولكن هون بس يغضب الولد او بده يبلش حس شعوره وبده يطلع على غضب، انا ما اول شيء بدي اسمع له، بعدين اذا حسيته بلش يخبص ويكبر بالحكي او يغلط، ما بقطش له الحوار بطريقة سلبية، بقول له أنا فهمان مشاعرك الغاضبة، أو أنا فهمان مشاعرك الغاضبة، ولكن أنا هلأ عندي طبخ رح كفيه وارجع اسمع لك،
او اذا اب انا هلا عندي مكالمه مع مديري بكلمه وبرجع لك. اوكي ما بقطش الحوار هيك فجاه خلص بروح. نو بدي ايه بدي الاقي طريقه لا لا لا, لا اقطش الحوار لحتى يعرف انه انا فهمان على مشاعره للوقت. جميل جميل فهمت. اتوقع المثال مره واضح ورائع طرحك صراحه للمثال. من استوعبت ان كل واحد له طريقه تعبير، فلما احنا بدينا نفهم نفسنا بدينا نفهم طريقه تعبير الطفل، ونكون حاضرين ان احنا نعرف وش الهدف من الشيء اللي هو قاعد يسويه، وطريقه التعبير اللي هو قاعد يعني يعبر فيها. فشيء جدا 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 مهم وروعه صراحه المثال، مثل ما قاعدين يقولون. الله يسلمك يا رب. طيب لكن بس بدي ارجع اشير لشغله، لما احس الولد عم يطلع الغضب اللي عنده بمراحل كثير كبيره وتتخطى عمره يمكن ببعض الاحيان، لانه هو عنده علاقات بمدرسه مع يمكن يكون معه علاقات مع طلاب اكبر منه بالعمر حتى، يعني انا بعرف من طلابي مرات تلميذ بجريد 6 او 7 يمكن يكون عنده علاقه مع تلميذ بجريد 9 او 8 او 10، بيكون عندهم ردات الفعل اقوى وعم يتعلم منهم اشياء ممكن تكون غلط. اوكي؟ فلما تكون هون المشاعر الغضب بلشت تطلع اكزاجريشن، انا ما في رد بغضب على ابني، اذا ابني عم يغضب او مش بس على ابني مع حيلا حدا معي ببيتي بالعمل بكذا، ما في رد على الغضب بغضب. ليش؟ لانه انا الغضب هو رده فعل، اوكي؟ او الغضب هو شعور، ولكن المرات غضبي بترجمه انا بمسبه بيطلع برا مكتبي بحل عني هلا ماني فاضي لك بيعي بشو عليك تتصرف بهالطريقه. هالاشياء اذا انا ما بدي اوصل لنقاش او جدال بيني وبين الغاضب، لانه انا هدفي الاول اللي عصبني انه قلل الاحترام علي، فانا لاحمي الحق اللي بدي اياه ما في رد عليه بنفس الطريقه اللي هو حكي فيها، لانه بكون خسرت اثنين، خسرت نفسي وخسرت الشخص. 100% جميل. اوكي نفس الشيء ولدي انا ما في رد عليه بغضب لانه حاخسر الحوار معه. اوكي لازم اتركه يخلص كل غضبه. اوكي لاكسب احترامه بعدين بدي افسر له اللي عمله، ومش انه رد عليه بنفس الطريقه اللي هو حكي فيها معي. جميل 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 100% 100%. يعني هذه العلاقه لما احنا نقرر نكون ام او نقرر نكون اب او ندخل هذا الشيء، احنا عندنا يعني هذه تجربه، وهذه التجربه يعني محتاجه ادوات، وهذه الادوات من مسؤوليتنا. يعني من هذا الشيء اللي يخليك تستمتع اصلا بالحياه، انه كل يوم في تحدي جديد انت قاعد تتعامل معه. صحيح صحيح صحيح. كذا يكون بعد يعني لما يصير الحياه بهذه الطريقه وتفهمنا الأطفال بهذه الطريقة، يصيرون فعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن أيوة والله. نشوف احنا يعني وخصوصا من شكوات الأمهات وكذا انهم تعاسة، جايبين لهم يعني المشاعر اللي ما هي كويسة، مجننين، ما تسمع حتى صحيح صحيح توحي ان انا والله اخترت اني اكون أم، وهذه التجربة تحتاج مني يعني تحتاج مني مهارات ومجهود وكذا، وهذا المجهود والمهارات هو شيء يعني شغف التجربة. صحيح صحيح صحيح. تحتاج أن أتقنها مثل ما قلنا بالأول، إذا حبيت إذا بحب أولادي من قلبي وأنا حبيت إني أعيش تجربة الأمومة، علي أن أتقن هذه الشغلة. أو حتى الأبوة، إذا أنا بدي أعيش تجربة الأبوة إن شاء الله بدي أتقن هذا العمل. صحيح. ولما تعرف انه هذه النتائج يعني لما سووا دراسه قديمه من زمان تقريبا من بالعشرينات يعني من يعني ف سووا دراسه انه الناس اللي كان عندهم الاي كيو عالي اللي هو نسبه الذكاء عاليه جدا اغلبهم معظمهم ما يعني اللي كانوا حتى ذكائهم يعني اعلى من ذكاء اينشتاين حتى يعني صحيح. نسبة الذكاء أعلى من أينشتاين أو بمعدل أينشتاين، كانوا لما بعدين بعد سنين يعني شافوهم وكذا لقوهم أنهم هم يعني تخيل أنهم شغالين أشغال بسيطة، لدرجة أنه كثير منهم صاروا ساعي بريد يعني. صحيح عم يوصلوا بس. إيه والناس اللي كان عندهم ذكاء جدا ذكاء عاطفي عالي لقوا أنهم ماسكين مناصب، ماسكين قيادات، ماسكين أشياء ريادية. فهذا الذكاء اللي هو مثل ما ذكرنا بالأول إنه 80% يأثر على حياة الشخص، جدا مهم إن إحنا نستثمر. صحيح صحيح. الله يسلمك يا رب. هلأ حأحكي شوية تكنيكس أو استراتيجيات كيف أنا ابني يعني إذا بدك خلينا نسميه الاستماع البناء، لأنا استمع لأولادي بطريقة بناء. أول شيء الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بيقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جميل. اوكي صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى اللي نحن المفروض نكون بنحبه اكيد طلب منا اذا كلام الله عم ينقال ان اسمع وانصت.
انه اوصل لمرحله الانصات اللي هي افهم واتمعن وطبق اللي عم يقال. فانا كشخص اذا بحب الله سبحانه وتعالى بس تقرا القران بدي اسمعه وبدي اطبقه وبدي استغل. وكأم او كأب لما انا بدي حب ولادي طبعا لان تربطني فيهم اصلا علاقه الحب هاي، فانا مجبور انه انصت واستمع لهم لما يكونوا عم يتكلموا. فعشان هيك اذا 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 اولادكم عم بيتكلموا ليطلعوا عن مشاعرهم ولا فور اني ريزن عم بيتكلموا معكم، ما تتكلموا انتم، اسكتوا. كأهل لازم يسكت الولد اذا كأهل لازم يسكتوا اذا الاولاد عم بيتكلموا. اوكي، هلا المرحله الاولى لكن من الاستماع البناء هي انه الاهل لازم يسكتوا ويسمعوا بس، يعني اصغاء. والاصغاء له شروط، الشروط تعوله هي هو عم بيحكي ما تقطعوا، ما تفسروا له شو عم بيقول، ما تبرروا له، ما تعطوه حجج وبراهين وادله وتفر حتى تطلعوا الافكار اللي عندكم، اسمعوا كل كلامه. ولازم تطلعوا بعيون الولد ليكون في اي كونتاكت لنقدر نحن يحس الولد انه انا عم بسمع. اوكي، لكن اول نقطه من الاستماع هو انه انا كبارنت بدي اسكت. اوكي، مش يعني اسكت مش يعني بعدين ما اعطي رايي، او الراي الاول والاخير للام والاب. اوكي، ولكن بدي فسر له للولد بطريقه منطقيه ليش بدك تسمع كلامي، ليش بدك انت تفهمني، ليش بدك تسمعني. مش خلص ما في روحه عند تنام عند اثنين برات البيت، او ما في رقم رجعه مأخره على البيت بعد الساعه 12 من دون ما اعطي اسباب مقنعه. جميل. اوكي، هلا ثاني اسلوب، يعني اول شيء بدي اسكت، ثاني شيء اللي هو الميرورينج اللي هو انه يكون كاميريته للولد هو عم بيحكي. اذا يعني استخدم البادي لانجوج لقلد الاشارات اللي عم بيعملها، هي اولا. اعاده اللي عم بيقوله، الحوار اللي قاله عيده ولكن مش حرفيا، يعني بعيده باسلوبي انا. يعني مثلا لنفترض الولد جاي على البيت عم بيقول لاهله وزعلان، انا رفيقي اليوم كسر لي المسطره بالصف وقعد حط عليها بالبنسل كيس تاعيتي. اوكي، الام هون او الاب واجبهم يسمعوا للولد لقصته على الاخر ويقولوا له اه يعني رفيقك اليوم يمكن بالغلط كسر المسطره وحطها بالمقلمة تاعيتك وعطاك اياها. اوكي، هون عدت الحكي من وراه. ومش بس هيك، بدي عيد مشاعره. يعني هو جاي حزين بدي له اه انت زعلان لانه هيك، او اه انت غضبان لانه هيك، او انت اه مبسوط. مش ضروري كمان الشعور يكون سلبي، ممكن الشعور يكون ايجابي. جاي يخبرك انه انا اخذت علامه فول مارك بالاكزام اليوم. اوكي، اسمع له للشعور الايجابي وقول له انا كثير مبسوط انه انت مبسوط. يعني كمان ارجع اذكر له الشعور اللي هو عم يعيشه لاتعلم وخليه يطلع مشاعره. واو. اوكي، المرحله الثالثه هي الفاليديشن. الفاليديشن هو التاكد من صحه الكلام. بدي اتاكد من صحه كلامه. ما هو مثل ما انت قلتي حضرتك بالاول، ما يمكن يكون عم يكذب مثلا، يمكن رفيقه ما كسرها، يمكن هو كسرها، هو كسرها وحطها بالبنسل كيس واعطاك اياها. اوكي، بتاكد من الحوار معه، بسمع له للاخر، بقول له انت اوكي كسرت انت اللي كسرتها ولا رفيقك. اول شيء ما بدي اقول له انت كسرتها ولا رفيقك، ما بدي ورجيه انه انا عندي شك 1% بكلامه. اوكي، لانه طبعا ان بعض الظن اثم، ما في ظن في غلط، حتى لو هو ابني، حتى لو بعرفه بكذب، حتى لو بعرفه شو ما كان، ما في ورجيه باللحظات اللي انا عم بفتح المجال وخاصه بهالوقت الحالي انه يطلع مشاعره، اني اقول له انه بركي انت اللي كسرتها مش رفيقك. هذه كثير بتصير مثلا، الولد بيجي عند امه بيقول لها انكسر القلم اليوم، اكيد انت اللي كسرته، ما بعرفك مهبل ومستهتر وكذا، ما سمعت لباقي الحديث. اوكي، بالحوار بتاكد انا اذا هو صادق بكلامه ولا لا. بعدين بنتقل لمرحله مشاركه اللي صار واعطاء الحل. اوكي، بعدين بعطي الحل انا وياه، بنتشاور، اوكي انكسرت، اتاكدت انه المسطره انكسرها رفيقك واعطاك اياها، مشان تحبه لرفيقك، مشان تعمل ريليشن بينك وبينه، اليوم بننزل انا وياك على المكتبه، بنشتري مسطرتين، مسطره لإلك، مسطره لرفيقك، وبتعطيك بتعطيها لرفيقك، وهيك طبعا تهاد وتحابه. ممكن كمان بهالمسطره اللي اعطى اياها الولد، لانه الولد اللي رفيقه يمكن ما انه قادر يشتري مسطره لانه اهله ابوه ما اشترى له، او ابوه وامه ما انه فاضيين يجيبوا له مسطره. ويمكن الولد الثاني، بس نحن مفوت كثير بتفاصيل، يكون كسر له المسطره لرفيقه لانه عصب لانه ابوه هيداك ما بيشتري له شيء وما بيعمل له شيء. اوكي؟ يعني احنا علمناه حتى يتفهم، كانه يتفهم شعور حتى الولد الثاني. وانا ما بدي اكون ضد الولد الثاني،
او ما بدي اقول له مثلا يي رفيقك ما بيفهم او كيف بيعمل هيك، عيب الشوم عليه، اهله ما مربيين وكذا كذا كذا، لا بالعكس، ماركي ما قصد رفيقك، ماركي مثلا بيو مشغول مسافر ما قدر يشتري له مسطره، تعال نروح انا وياك ننزل نشتري له مسطره، اوكي حيرجع الولد ثاني يوم على المدرسه حيكون اصلا متحمس ليروح على المدرسه بس ليعطي المسطره لرفيقه. واو واو، هذا كيف احنا سوينا كونكت مع الناس بطريقه غير مباشره، كذا بدينا ننمي ذكاء الذكاء الولد. انا مسلطنه مسلطنه على الاخر، يعطيك العافيه. الله يسعدك يا رب. اوكي، وكمان في شغله مهمه، لما يعني لازم انا احكي مع ولدي، انا بمرحله الحوار والاستماع البناء ما في يعيد اللي عم بقوله مرتين، ما يعني كيف مرتين، يعني مش بالضروره مرتين، ولكن ما في يقول للولد ايه ما انت اللي كسرتها، بعدين انا وعم بيرجع يحكي او هو عم ايه ما انت اللي كسرتها، ما بعرف انا ما بعرف، بكون هون عم باكد عم بكون عم بعيد كلامي مره واثنين وثلاثه وكلامي يمكن يكون غلط. اوكي، فعشان هيك ما بكرر اللي قلته اكثر من مره. حلو، ومش بس هيك، بدي احكي على مهل، بدي حسس انه انا عاطيه وقت كافي لاسمع له. جميل، مش انه يلا خلصني احكي بسرعه لحتى هذا ايه يلا يلا ما بقسي، بكره باخذ لك، بكره بجيب لك مسطره لك ولا له بتعطيه، كمان هذا غلط. حليت المشكله ولكن لا استمعت له ولا عدت اللي قاله ولا عملت جسر جديد او كبرت الجسر اللي بيني وبينه. جميل جميل، رائع رائع صراحه. فنحط النقاط اللي قلناها بالاكشن ونبدا نطبق، واذا طبقتوا علمونا، ارسلوا لنا يعني اكتبوا لنا تحت البوست، قولوا لنا تجاربكم، سجلوا لنا فويس، احنا نكون وايد سعيدين لما نشوف ان والله طبقتوا وصار الموضوع معاكم يعني جاب نتائج افضل احسن من نفسيه الاولاد. صحيح. هلا بعد ان شاء الله بس نخلص بعطيكي كمان بعطيكي مجموعه تمارين بيقدروا الاشخاص يطبقوها بالبيت، او افكار او استراتيجيه تتبعوها لتنميه مشاعرهم مع الاخرين مش بس مع اولادهم. جميل جميل. في شيء بالمشاعر بنقوله نحن انه مرات خلي الشخص الثاني يسمعك عم تقول انا، بس مش انا الانانيه. الانا اللي هي اذا حدا غلط معك اوكي مش حلوه تقولي له انت اصلا دائما ما بتسمعني. اوكي، او انت اصلا انا دائما بحكي وانت ما بتردي علي، شو هالولد هيدا مثلا. نو، هي قل له انا لما ما بتردي علي بنزعج، بربط بخلي مشاعري بخلي ردة فعله او اللي زعجني منه طلعه انا بمشاعري، يعني واحد طلع له مشاعري قل له انا زعلان اليوم لانه حاسستك ما عم تسمعني. هو ممكن هون شو يقول لك اذا هو بحبك مثلا الشخص، او انه اذا بنتك او اولادك بحبوك شو حيقولوا لك؟ نو مش ما سامعينك، احنا مثلا حاسين وسامعينك بس ما انا هلا مشغول، هلا برجع برد عليك. لما انا يعني بروح له بهالابروتش او بهالطريقه اوكي ممكن هون هو يرد علي افضل ما اقول له ايه ما انتم ما بتسمعوني دائما اصلا، بدل ما اقول له انت اصلا ما بتسمعني دائما بقول لهم انا زعلانه شوي لانه حاسه مش مأكده انه انتم ما عم تسمعوا لي. هون شو حيجي يقولوا لك مثلا اولادك؟ لا انا نحن عم نسمعك يا ماما ولكن مشغولين باللعبه او عم بحكي مع رفيقي، هلا بخلص بجي لعندي او هلا بخلص بجي بسمعك. اوكي، جميل جميل جميل. فحلو، هذه النقطه جدا مهمه ان احنا فعليا ما نتهم الشخص الاخر، احنا نعبر عن الشيء اللي احنا قاعدين. صحيح صحيح، احنا بطبيعتنا انت نرفزتني، انت سويت لي، انت كذا، فهذه من تحمل المسؤوليه ان احنا نتحمل مسؤوليه شعورنا ونقول صحيح صحيح انا زعلانه، انا تنرفزت، انا كذا. فنسب هالشيء يعني لما نسب هالشيء لنفسنا بيكون اسهل علينا، اسهل على الشخص الثاني يفهم شعورنا ويتعامل مع الشعور بدون ما يكون رده فعله دفاعيه. اكيد اكيد اكيد، وبرجع بقول لك ردود الفعل عند الاطفال هي من اربع مصادر مختلفه. اوكي، المصدر الاول والاهم اللي هو الاهل، الام والاب. المصدر الثاني المدرسه، مش بس المدرسه، المعلم والمعلمه. المصدر الثالث الاصدقاء، والمصدر الرابع السوشيال ميديا. اوكي، وانا لازم راقب هول الاربعه كاهل، لازم راقب هول الاربعه. تليفون لازم راقبه من وقت لوقت، خاصة بالأطفال، لأنه يعني ممكن يطلع لهم دعايات، ممكن تسبب لهم أشياء، ممكن تطلع لهم إزعاج وما يخبروكي ويكبر الموضوع عنهم ويصير ويتحور بمحوى تاني. بدي راقب التليفون، بدي أراقب أصدقاء وخليه يكلمني هو كابني عن أصدقاء وعن رفقاته، خاصة من هو صغير لأعرف هو مين عم بيحكي، يكلمني عن أساتذته أوكي، معلمين ومعلماته. بدي أعرف أنا كمان
بس مش دايما، مرات بعرف كمان من المدرسه اللي نحن فيها، مرات الولد بيروح بيقول بينقل صوره لاهله انه المعلم اليوم او المدرس عمل معي هيك. فالصرخه بتجي من الاهل انه بيوقفوا مع الولد وبيروحوا بيهاجموا المدرسه وبيهاجموا الاستاذ. هون لا، الاهل لا خلقوا علاقه بينهم وبين الولد، ما سمعوا للاخر، علموه يمكن يكذب، هاجموا الاستاذ، وكمان هاجموا الاستاذ، وبعدين طلعت ردة الفعل غلط. اوكي؟ جميل جميل. فلازم نسمع. اي رائع رائع. وحتى يعني موضوع المراقبه، لما نبي نراقب، انا جدا يعني اؤمن ان الشعور يعني يوصل. فالمراقبه حتى لو انت تبي تطلع على الشيء اللي موجود عنده عشان تفهم، ما تكون المراقبه بدافع الخوف، لان انت اذا ربيت اصلا بنيت من اول شيء صح، ما يحتاج اصلا انك انت وايد تراقب. احسنتي. يعني انا زي دلال صاحبتنا، الله يعني يعطيها العافيه، وهي من الناس المؤثرين جدا، دائما تقول دلال كلمه: انا ماني مع الخوف باي شيء. حلو يعني لاني مع حلو. الخوف على اي شيء، لا على شغلي ولا على يعني كل الاشياء اللي تخصها يعني. فلازم يكون الدافع من داخلي دافع حب، اني انا ابي افهم واستوعب واتعامل مع الطرف الثاني، يعني مع الطفل. أكيد أكيد أكيد. الشيء اللي ودي بعد انوه عليه يعني، واخذ راي حضرتك فيه، انه لما يلجؤون الاهل احيانا للعقاب، يعني انا اشوف ان عنف شعوري لما يتعاقب الطفل، يعني انا كمشاعل ارى هذا الشيء واشوفه يعني ما هو جيد، ولا اني معه باي يعني حتى لو في مدارس تعزز هالشيء، انا مع ان احنا نبني شعور العزله عند الطفل. فانه يعني العقاب، وبدون ما حتى ابين له او يعني اعلمه ليش انا عاقبته او ليش انا سويت معاه هذا التصرف، اعتبره انا عنف شعوري، وردود الافعال عليه جدا سيئه، وراح ينمي بيني وبينه شعور كره ممكن يكون، او صحيح. عدم تقبل وعدم فهم. حسب نوع العقاب وحسب السبب يلي عم عاقبه عليه. تمام. إذا أنا عم عاقبه على مشاعره، هذا ممنوع عاقبه على مشاعر الولد. بالعكس، لازم اسمح له يطلع مشاعره، ولكن بعدين بعلمه بالطريقة الصحيحة كيف يطلع مشاعره. تمام. أوكي؟ العقاب لا، العقاب لابد منه، ولكن إذا اتفقنا أنا والولد على العقاب. أوكي؟ ولكن من بعد ما اكون فتت بالاربع استراتيجيات للتواصل مع ابني لافهم شو المشكله اللي صارت، اذا خليته هو يوصلني ابني او بنتي انه هي مشكله وهي السبب انه صار هالمشكله، هون ساعتها بدي اسمح للعقاب وبدي اخليهم هن يحطوا العقاب. يعني ممكن انا بيننا احنا متفقين على اشياء معينه، مثلا احنا زي يعني انا قد حضرت الاحد كان يقول انه نسوي زي الاتفاقيه، مثلا انه والله لو ما سويتوا كذا او ما سويتوا كذا، احنا حن يعني حن نسوي زي اثنين متفقين مع بعض، صح، انه اذا ما سوينا كذا بنسوي كذا، ناخذ الاجراء الثاني، وهو مية يكون بالمية متفقين عليه من اول، وهو راضي على الشيء، عشان احنا يهمنا شعوره بالدرجه الاولى، ويهمنا انه أكيد الشعور أكيد حتى أكيد أكيد. يتقوم بشكل ما يؤذي من الداخل. يعني مش المهم انه يسوي سلوك جيد وهو متدمر من الداخل. صحيح. حبيت كمان الأخت دلال عم تشير على أنه نعمل عقد بيننا وبين الولد، حشيك طريقة كتير حلوة هي، كمان أنا حبيت أذكرها، وكمان بأحد حلقاتها السابقة دلال كلام تكلمت عنها، واللي هي مرات الولد منه قادر يحكي معي بالسبب، كمان في أعطيه ورقة وأقول له اكتب لي، لأنه مرات الأم يمكن ما تكون فاضي كمان أو الأب ما يكون فاضي. إذا ولد ما يقول له خلص انهي الحوار ويلا أنا مشغول بدي أطبخ أو أنا مشغول عندي شغل، أعطيه ورقة اللي اكتب لي لو سمحت شو بدك تقول لي اياهم، لانه هلا انا مشغول بقراها، اذا ما قدرنا نحكي اليوم الساعه 8 بالليل بعد ما اخلص غدا او عشاء، اذا ما قدرنا نحكي اليوم اوكي شو بنعمل، بقرا الورقه انا، وبكره الصبح قبل ما تروح على المدرسه او بعد ما ترجع بنناقش هالورقه مع بعض. جميل رائع. يعني في طرق ابداعيه، يعني نفس ما احنا قلنا، اذا انت بتستمتع وان تعتبرها تجربه ممتعه وجميله، بتستمتع بهذه التجربه، لكن اذا انت يعني ماخذ انه احنا نجيب عيال بس عشان الناس كلها جابت عيال، صحيح. ما راح نحقق اي شيء من لا لنفسنا احنا كآباء وامهات، ولا للاخرين يعني، ولا مية للاطفال. بالمية مية بالمية. وزي رنا صديقتنا بعد وعضوة الأسبوحة تقول إنه ممكن أحيانا بالرسم يعبر، تقدر تفهم من الرسمة. صح صح صح. بعد في شيء عندك، في شيء بتحبي ان احنا نقعد نتداول، او انا بفتكر يعني
غطيت كل المحاور ان شاء الله. وبدي زيد شغله بعد اللي هي بس طبعا ما بعرف اذا انا تخطيت الوقت او شيء، ولكن الوقت يعني من كثر ما مستمتعين مو قاعدين نحسب الوقت. الله يسلمك يا رب. في شيء اسمه التعاطف، نحن بنسميه شو اسمه، بالتعاطف مع الاطفال. التعاطف هلا بهالمرحله لازم نحن نتعاطف مع الاولاد ونعلمهم التعاطف واللي هو الشعور بالاخرين مثل ما حكينا، ولكن مش نفوت بالحاله ونتدمر نفسيا وجسديا وفكريا، ولكن بدي اعود الولد يشعر مع الاخرين، لانه هذا الشعور بيكبر بعد وبيتطور وبيصير احلى واحلى واحلى. تمام 100% 100%. يعني احنا مثل ما ذكرنا انه ليش اوبرا وينفري وايد واصله للناس، لانها تحس فيهم وتشعر بالم، يعني تقدر تترجم الالم اللي هم موجودين فيه وتستشعره بدون ما تدخل هي داخل الالم، لكن تلقاها جدا متعاطفه مع الاخرين، جدا يعني حاسه باللي قدامها. فهالشيء يعطي الانسان قبول مره كبير ويعطيه نجاح مو عادي، مو اي شخص انه يقدر يسوي هذا الشيء. عندنا ترى بعد بالوطن العربي انتشرت الفترة الأخيرة يعني يمكن ما أكون مع أفكارها 100%، لكن عندها حالة من التعاطف اللي هي رضوى الشربيني. يعني مرات نقول أنا شلون وصلت للناس، أو فلان شلون وصل للناس، مع أني أنا مو مع الأفكار يعني اللي يعني مع احترامي لفكرها والأشياء اللي هي قاعدة تقدمها، ولكن عندها فعليا ذكاء عاطفي بحيث أنها تقدر تتفهم عبر تعبر او تعبر عن مشاكل الناس او تعبر عن هموم الناس او تقدر تستوعبهم وتفهمهم. ودي اذكر قصه صغيره اذا يعني تسمح لي. اكيد اكيد. يعني هذا الناس اللي موجود عندهم الذكاء العاطفي ملفتين، يعني هالتهم جدا قويه، حضورهم جدا قوي، كاريزمتهم جدا قويه، ويعني احنا جايين للعالم هذا او للكون نطور وننفع ونستمتع ونحمد رب العالمين على هالشيء. الحمد لله اكيد دائما. أذكر واحد من الأشخاص المقربين لاحظت عنده صفة أنه يقدر يلمح، مثلاً نكون رايحين مثلاً خلينا نقول محل حلويات، أو هو رايح محل حلويات، لما يدخل على المحل يقدر يعرف حالة الشخص اللي قدامه، فيسأل عن أحواله، يسأل عن صحيح الشخص اللي فيه، فيلقى أنه في تفاعل مع الآخرين، أو الشخص اللي يصب قهوة عند مدخل فندق، يعني في طريقة تواصل وايد كبيرة بحيث أنه يفهم اللي قدامه. صحيح. هذه الميزة أنا ما أشوفها عادية، لأن هذه ميزة نجاح، وهذا فعلا من الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي، أن إحنا نحس بالآخرين ونستوعب ونعطيهم الشيء اللي هم يحتاجونه وننفع حقيقي. صحيح 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 صحيح. في شغلة عم لاحظ عم بيقولوها أن الذكاء العاطفي هو ذكاء فطري. هلا في شيء بس بنقوله نحن ساينتفكلي عم بحكي، انه من عمر 4 لـ9 سنين لـ10 سنين الولد ما بيكون قادر يعبر عن مشاعره، اوكي، بطريقه صحيحه. بيعبر كيف؟ بيعبر بغمض عيونه اذا شاف شيء ما بيعجبه، بسكر عينيه اذا سمع صراخ عالي. هذا الولد من 4 لـ9 سنين، اوكي، او ممكن يتخبى تحت التخت. هيدا عبر عن مشاعره بهالطريقه، اوكي، وما انه قادر يتعامل مع الطريقه مع المشاعر بطريقه ثانيه، اوكي. طبعا نحن بنقول الرد او ردات الفعل من بسبب المشاعر الى محورين، يا هروب يا حرب. الولد من عمر 4 سنين لـ9 سنين ما عنده اسلوب الحرب، عنده اسلوب الهروب، اوكي. واذا كان في حرب بيطلع كل شيء بقلبه وبيقول لك، لما هذا الولد اللي بيقول لك كل شيء بقلبه انه انا ما بحبكم وانا ما بدي اياكم وانا مدري شو، هذا وصل لمرحله التعبير عن المشاعر الخطا من 4 لـ9 سنين. ما في حاسبه على ردات فعله، ولكن بحاسبه بعدين على الموقف اللي صار. بس الولد من فوق الـ10 سنين وما يبلش يكبر، ببلش عنده كمان طرق تانية للتعبير عن المشاعر، يا اما استقبال الحاله وبيعلق بالحاله وبيعيش الدراما تاعيته، بيبكي او بيزعل او بيحزن او whatever، يا اما بيحارب وبحل المشكله لحاله. جميل 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 جدا. بس انا هي فكره انه الذكاء العاطفي ذكاء ينمو بالتدريب، يعني لقوا انه 100% 100% 100%. بيتدربوا على المهارات هذه وبدوا يعني زي ما يعني تطرق لها استاذ محمد، انها تبدا من ادراكك لمشاعرك، تفهمك لمشاعرك، بعدين تصدر مشاعر تحفزك فعليا انك تقوم بالاعمال، ويعني يصير صوتك الداخلي يخدمك. الشيء الرابع انك تكون تتواصل مع الاخرين بشكل جيد وتتفهم مشاعرهم. الشيء الخامس انك انت فعليا تبدا بعدين تبني علاقات جيدة وفعالة وبناءة مع الاخرين. يعني من المدربين بعد اللي وايد شاطرين ما شاء الله، يعني
كذكاء اجتماعي او ذكاء عاطفي دكتور احمد عماره، اشوفه باي لقاء مع اي مدرب، اي يعني اي مذيع، يعني ايا كانت درجه وعي المذيع، ايا كانت طريقه طرح المذيع، تلقاه يعرف يتفاعل معه. وصراحه من هذا يعني من هذا المكان انا وايد يعني حلو. اشجع انكم تلاحظون كيف طريقته. طيب عندنا سؤال استاذ محمد اذا تسمح لي، الولد أكيد. اللي يبكي بكاء درامي هل ممكن نقول له لما تبكي بكاء تعال نحكي؟ أو أول شيء كيف بدنا نعرف نتعامل معه؟ قديش عمر الولد اللي عم يبكي بكاء درامي. يعني قديش عمر الولد اللي عم يبكي بكاء درامي، عمره صغير ولا كبير؟ أوكي، أوكي؟ يا هلا ريت لو تقولوا كان لنا عمره صغير ولا كبير، وممكن احنا نجاوب على يعني انه أكيد صغير أكيد وكبير عشان ننفع أكثر عدد ممكن. أكيد لما يكون الولد صغير، أوكي، بين العمر والأربع والتسع سنين، برجع بقول ما في يقدروا يبكي بكاء درامي. بدي افهم اول شيء ليش وصل لهالحاله هو الولد. يعني هو اللي وصل لهالحاله بسببي انا، اوكي، بسببي انا كاهل هو وصل لهالحاله انه يبكي بكاء درامي. انا ما فيي اتركه عم بيبكي هالبكاء الدرامي، ولكن بدي انا اول شيء بدي اخليه ينشف دموعه. اول شيء بدي اعطيه مثل ما قلنا كلينكس او محارم او فاين، لانه بقول له مسح دموعك خلينا نعرف نحكي. جميل. اوكي، وانس اعطيتها التشو ومسحت دموعه، عمرها 5 سنوات، ممتاز. وانس انه اعطيتها التشو مسحت دموعه، هلا بسألها انت منيحه، انت مبسوطه، انت خبريني بعد شوي يمكن نطلع على المول نجيب حاجات حلوه مثلا. اعطيها شعور ايجابي. هون ما بدي كذب عليها بالشعور الايجابي، بدي اتحايل عليها بالشيء بدي اعمله بعدين لحتى اسمح لها تعبر على الشيء اللي زعجها. لانه لو وصلت انه تبكي بكاء درامي، في شيء متراكم عندها للبنت، في شيء جميل. متراكم، في كتل الم متراكمه، في امور صايره قبل معها ما حدا عم بيقدر يحل لها اياها لو وصلت لمرحله البكاء الدرامي. جميل جميل جميل، جدا جميل. طيب الطفل لما يكون عنيد هذه إشارة لإيش؟ الطفل لما يكون عنيد، العناد كمان مثل ما قلنا هو كوبينج، هو 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 عم بينقل، لانه العناد مش فطري. اذا بدك العناد كمان يتمرن عليه الشخص، يا من اهله، يا من الام، من الاب، يا من الاصدقاء، يا من السوشيال ميديا. جميل جميل. لما انا لاحظ انه عندي ولد عنيد، بدي افسر له او بدي افهم منه شو السبب. اوكي، تمام. لانه هو عناد، يعني هو يا اما عم يلفت نظر البي او الام لموضوع معين، يا اما في مسج بدي يوصلها من ورا عناده، وهون ما عم بيقبل يسمعني. ليش العنيد؟ شو هو العنيد؟ شو العند؟ شو هو مش عم بيقبل يسمعني وياخذ التشويسز او الخيارات اللي انا عم بعطيه هون. ليش؟ لانه انا اصلا ما كنت اسمع له وما كنت اتحاور معه. جميل جميل. طيب احنا عندنا سؤالين وايد مهمين، كيف اتعامل مع الولد اللي دائما عنده شعور الخوف؟ وفي سؤال ثاني ان شاء الله بقول لك اياه بعد ما نخلص نجاوب على هذا السؤال اذا اوكي، تسمح. كيف ممكن شو؟ كيف ممكن نتعامل مع طفل طول الوقت يشعر بشعور الخوف؟ طيب اول شيء بدي اعرف شعور الخوف من شو. اوكي بدي انا اوصل معه لحوار، بستخدم استراتيجيات الحوار لخليه ياخذ ارض الحوار، يتكلم معي، يطلع كل شيء جواته. انا مستمع ومصغي، عم بتطلع بعيونه، عم عيد اللي عم بيقوله، بدي اعرف شو اللي خايفين منه. لانه يمكن مرات الاولاد يكونوا عندهم خوف خارجي، مصدره خارج المنزل، وما بيجوا بيخبروا الاهل عنه. اوكي، بيخليهم ما يناموا بالليل، وما بيخبروا اهلهم انه مش نايمين بالليل، بيخليهم يتراجع مستواهم الدراسي، وما بيخليهم، لانه الولد عنده خوف من انه يطرح مشاكل على اهله. اوكي، لما صار عنده خوف انه يطرح مشاكل على اهله، هون المشاكل كلها حتتفاقم عند الولد. واو واو. فنبعد عن اسلوب التهديد، نبعد عن اسلوب التخويف والترهيب، أكيد أكيد نبعد عن أكيد الاسلوب حتى الديني احيانا، ان نعلم الولد ونقول له الله يقطك بالنار، ونرسم له صوره ذهنيه عن الله بشكل كبير، كل هذه يعني تهز للأسف الامل. للأسف. أيوة صحيح. فيعني انا اتذكر واحده من الـ يعني المدرسات، يوم من الايام ام صحت بنتها بالليل تصارخ، ما احب الشيطان، الشيطان رجيم، ما احب الشيطان. قالت له اي شيطان رجيم؟ فطلعت المدرسه بالمدرسه مريتهم هذا الشكل الاحمر للشيطان، الوسواس الخناس، بعد مو شيطان رجيم، انا ما احب الوسواس الخناس، اي وسواس خناس الله يهديك. ف يعني هذه الصوره الذهنيه اللي نرسمها عن الله تلطفوا فيها، يعني الطفل نفسه أكيد ما هو مدرك اصلا ايش يعني اله. ف
فتقوم انت لما ترسم لاول ما يرسم صوره عن الله، وهذه ترى صعب احنا نشتغل عليها علشان نفكها، حتى الكبار يعني لما يصيرون كبار صحيح فننتبه من هذه الامور خصوصا في موضوع الخوف. 100% 100%. انا عندنا سؤال ثاني، كيف ممكن نفسر للاولاد عن الوضع اللي احنا عايشينه الحين بسبب فيروس الكورونا، وان هم ما قاعدين يروحون للمدرسه وما صح. قاعدين يشوفون اصحابهم؟ هلا اذا اللي عم بيسال هالسؤال بده اياه هلا يشرح لاولاده الموضوع، هلا كثير تاخر. اوكي لازم الشرح يكون بلش من بدايه الحجر الصحي، من بدايه ظهور المرض وتفشيه بالعالم. اساسا نحن بلشنا مع اهالينا، يمكن مع اولادنا، انه نقول لهم صوبوا ايديكم، غسلوا ايديكم، ما تحطوا ايديكم على وشكم، ما تحط ايدك على عيونك بلا محرمين، ما تحط ايدك بتمك، ما تحط ما... صرنا بلشنا بهالامور. في اهل ما بتكون فسرت لاولادها ليش ما تحط ايدك على عينك، ليش ما تحط ايدك على تمك، ولكن يتطلب من اهل بالمرحله الاولى. طبعا كانت من الهيدا عم نحكي نحن، لو صارت لا سمح الله شيء بمرحله ثانيه كيس، لازم كيف نتعامل مع الموضوع. بدي افسر لهم، بدي اكون حقيقي معهم وواقعي، في مشكله بدنا نتحمل، بدنا نصبر، شيء خارج عن اطار الكل. اوكي بدنا ندعي، بدنا نقدر نحن نحاول نصبر لنوصل ان شاء الله لحلول بالمستقبل، ولكن بدي افسر له ايه الوضع مش مزبوط، ابوك ونحن بالبيت ما انا عم نشتغل، انت دراستك على الكمبيوتر، استاذك عم يتعب هو ورا شاشه الكمبيوتر عم يشرح لكم الدروس كل يوم. بدي احسسه بقيمه كل شخص هلا بامه وبابوه وبمدرسه، وكمان فرصه انه نقوي علاقته برب العالمين بهلا بهالفتره. يعني اهم شيء نقدر نعمله هو نوعيه على يطلع مشاعره، يقول لك انا زعلان، انا معصب، ليش ما في مدرسه، اشتقت لرفقات، اشتقت لكذا، ولكن حط له امثله انه اللي عم يصير هو حتى مال الكبير يتاذى ما كذا. هون في ورجيه فيديوز عن اشخاص عم تتاذت بسبب الكورونا مثلا، لحتى اعطيه شويه نوع من التعاطف، اعطيه كومباشن للولد ليشعر مع الاخرين انه الله عطيك نعم كثيره. انت الولد اللي عم يسال هيك سؤال اكيد ربنا عطيه نعم كثير بحياته، خليه ورجيه النعم كمان، ورجيه انه النعم مش ماديات مثل ما قلنا بالاول، نحن بنفسر لهم دائما ماديات، عم نعمل لهم اكل وشرب واللي بدهم اياه وروح اشتري، خذ لك كريدت كارد واشتري، لا، ورجين ان الحياه صحه، الحياه قناعه، الحياه حب، الحياه عطاء. جميل. وهلا فرصه كثير كبيره لوجودنا مع اولادنا بالبيت لنفسر لهم كلهم. يس، عشان كذا احنا استضفنا يعني مختص مثل حضرتك، انه يعني الوضع يسهل، وان الحين موجودين احنا طول الوقت في البيت، ف يعني هذه فرصه لنا ذهبيه، ان احنا حتى لو كنا اهملنا الفتره اللي فاتت، حتى لو ما كنا موجودين، يعني وايد مثلا من الامهات تعتقد انها هي مجرد انها قاعده معاهم بالبيت انها هي لا، موجوده. يعني بعتقد دلال حتوافقني الرأي وحضرتك حتوافقيني الرأي، حنقول نحن للأمور it's never too late، مش أبدا it's never too late، أبدا أنت منك مأخر. لو بلشت من هلأ، لو بلشت، وما بدي أقول بدي بلش بكرة، لا، بدي أقول بدي بلش هلأ أنا. أوكي وما بتأخر أبدا، لأنه أنا بتأخر لما بقول له لابني بسمع لك بعدين وما بسمعه، هيك تأخرت أنا، ولكن هلأ لا، لأنه اليوم التغيير، إذا أنا بدي أتغير التغيير يبدا بقرار. ان الله لا يغير ما بانفسكم حتى ان الله لا يغير ما بكم حتى تغيروا ما بانفسكم. اوكي خذ قرار التغيير باي مرحله من حياتك كنت، صغير كبير، باي سن كنت من السنوات، ما تقول لا، ما تقول ايأس، ما تغير الماضي، لانه الماضي مش هو اللي بحدد لك هويتك، هويتك انت بتحددها من المستقبل ومن الحاضر تبعك. 100%. رائع رائع رائع، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا عندنا هل ممكن نستخدم هذه الـ يعني الأدوات الأساليب مع الطفل عمره 3 سنوات؟ ثلاث سنوات طبعا كل شيء نحن عم نعمله، كل شيء قلته انا عم بعمله، اذا انا اوريدي بطبقه مع زوجي بالبيت او مع زوجتي بالبيت، اوكي مش حيوصل طفل 3 سنوات لا يحتاج انه اصلا اعلمه شيء. بعلمه على الأربعة وعلى الخمسة وعلى الستة وعلى السبعة، ولكن أنا بدي أبدأ التطبيق من هلأ لحتى اللي عمره السنة ولا سنتين ولا ثلاثة يقدر هو يكبر صح، لأنه الولد مشاعره بتبدأ من عمر، من أول ما يخلق، من أول ما يطلع من بطن أمه ببلش مشاعره، بيحتاج أمه والريحة اللي كانت موجودة بالرحم لحتى يرجع يبطل بكاء مثلا. أوكي مشاعره موجودة من لما خلق، ولكن تطوير المشاعر مع الوقت بيجي. عشان هيك الاولاد يلي بيخلق عندهم ولد او خي بعمر كثير قريب منهم تنشا موضوع الغيره عند الولد،
لانه هون انا بطلت عم بسمع له، صار في ولد تاني عم يبكي بالبيت اكثر، ما بقى عم بعطيه وقت كفايه. مش حنحكي كمان تفاصيل الغيره لانه موضوع يعني يحمل كمان طويل ان شاء الله. يعني اتوقع اذا كان في اسئله خارج النطاق نجاوب عليها ان شاء الله باستضافه ثانيه ان شاء الله. طيب، الطفل عندما يشعر بالامان والثقه بان والديه سوف يساعدونه على المشاعر بدون خوف. اوكي صحيح استاذه فتيحه، استاذه رنا، لكل عمر اسلوب تعامل فعلا. اتوقع انه يعني اتوقع ان احنا قطينا كل المواضيع تقريبا واخذنا وقت كثير اكثر من الوقت اللي يعني اتفقنا مع استاذ. بيشرفني وبيسعدني بالعكس، وبس لانه من كثر ما احنا مستمتعين بالحوار، مستمتعين بالموضوع، يعني ممتنين لتخصص حضرتك. الله يسعدك. شكرا، ممتنين لك كثير. انا ممتنه لكل الحضور، اتمنى انكم تسوون شير لهذا يعني هذا الموضوع تحديدا لاكبر عدد من الامهات. نساهم احنا نحن يعني صحيح. ننشر هالوعي، خصوصا ان الحين فرصه ذهبيه لهالشيء. فعلا فعلا. اشكر اسبوحتنا، اشكر البنات، فريق الاسبوحه، اشكر فريقي، اشكر ايمان اللي حاضره معي من الفريق، اشكر كل يعني الفريق العمل اللي موجود معي، واكيد نجاحنا كلنا يعني الله يسلمك يا رب. الاسبوحه والمقدمين والضيوف وكل شيء، يعني كل نجاحنا هي عمليه مشتركه بيننا وبين بعض. فاكتبوا لنا المواضيع اللي تهمكم، راسلونا، قولوا لنا عن تجاربكم، وايد نسعد ان احنا يعني نكون موجودين معاكم. الله يسلمك. شكرا لك استاذ. في بس زيد شغله لو سمحتي. تفضل. بما انه عم نحكي نحن عن موضوع المشاعر والتعبير عن المشاعر وعن الاهل والعلاقه بيني وبين الاهل، انا بدي اتشكر امي وبيي اللي هن هلا عم يحضرونا كمان، واختي طبعا، وخيي بامريكا عم يحضرنا كمان. وبدي اتشكر ياسمين خطيبتي اللي هي تعبت معي على تحضير للحلقه هاي، هلكتها يومين عم نحضر على الحلقه. وبدي اتشكر استاذه فتيحه اللي عرفتني عليكم كاصبحتنا. وبدي اكيد اكيد طبعا اتشكر حضرتك على الاستضافة الحلوة وعلى اللقاء الحلو وعلى الأسبوع الجميل اللي بلشت تابعه من فترة، والحمد لله يعني بكل حلقة عم نستفيد الحمد لله. الحمد لله، احنا نشكرهم جميعا، ونشكر ياسمين لان ياسمين من الاعضاء يعني من الحضور اللي صار جدا متفاعل بكل اللقاءات. صحيح صحيح صحيح. احنا نمتن انها هي من المتابعين، ونمتن لعائلتك الكريمه. الله يسلمك يا رب. سعيدين انه في كابلز قاعدين يحضرون مع بعض ويعني ويتفاعلون، وهذا شيء يعطينا صور ذهنيه مره حلوه عن موضوع الارتباط فموفقين دائما، وان شاء الله باذن الله نطالب بلقاء ثاني مع استاذ محمد، وان شاء الله يكون يعني انكم استفدتوا، وان شاء الله نكون غطينا الموضوع بشكل كبير. انا بالنسبه لي استفدت جدا واستمتعت جدا. يعطيكم العافيه، ونشوفكم ان شاء الله بخير. اذكركم اليوم في لقاء مهم، اتوقع بيكون على الساعه 12 على انستغرام نسرين طافش، اي الساعه 12، دكتور احمد اماره واستاذه نانسي الجميله، الانثى الجميله. فخلونا نهرب هناك ونروح ونشوف، لانه وايد ودنا نعزز هذا الموضوع الفتره الجايه ان شاء الله. يعطيكم العافيه، شكرا. يعطيك العافيه. هلا اهلا وسهلا.